معنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع دولة الإمارات. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب وكل الجالية المصرية بألف خير يا رب. صباح الخير يا فندم، كل عام وحضراتكم بخير. يعني كلمنا كده عن الأجواء والفعاليات اللي بتعيشوها في دولة الإمارات، بتبقى عاملة إزاي العيد عندكم؟ الاحتفالات دي بتبقى عاملة إزاي؟ طبعا الاحتفالات بتبدأ بعد صلاة العيد مباشرة. الأمر في العيد الأضحى ده مختلف على اعتبار أن درجة الحرارة عالية، يعني الفترة الحالية يختلف عن عيد الفطر. بعد صلاة العيد الناس بتتوجه بعد تبادل التهاني يعني الأضاحي، ودي بيكون في أماكن مخصصة خلاف اللي معمول به في مصر. في نسبة كبيرة جدا من المصريين في الخارج بيحاولوا ان هم يكونوا في مصر في عيد الاضحى تحديدا، عشان يعني الذبح الاضاحي يكون بين الاهل في مصر. الخروج في الاماكن العامه ده بيكون في المولات التجاريه، على اعتبار ان المكيفات ودرجه الجو افضل من الخارج. يعني اجواء يعني طبعا مليئه بالفرحه، خصوصا عيد الاضحى ووقفه عرفات. وكل عام وحضراتكم بخير. حضرتك طيب وبالف خير. هل الفعاليات بتختلف طيب من اماره للثانيه؟ لا، الاجواء واحده في الامارات كلها، ان العادات والتقاليد واحده وما فيش اختلاف كبير يعني. بس بالتاكيد لو اتكلمنا عن فئات المصريين، يعني العمال المصريين في الامارات ليهم احتفالات او تجمعات، اساتذه الجامعه اعضاء هيئه التدريس، الاطباء، يعني هل كل فئه مثلا لها تجمع معين؟ يعني اكيد رصدت حاجات زي كده. فا الكل يعني مثلا بالنسبه للفئات والامور دي كلها، طبعا ممكن يجتمع في النادي المصري، ممكن يبقى في مناطق معينه في مثلا في بس فتره مسائيه علشان يكون الجو اصلا معتدل. لكن في الوقت الحالي الجو درجه الحراره عاليه جدا، طبعا ما يبقاش فيه تجمعات كتير يعني. طيب التهاني بقى والمباركات ما بين ابناء الجاليه المصريه بتبقى عامله ازاي؟ وكمان الاحتفال، اهم حاجه بقى الاحتفال بالاطفال، بتحتفلوا بيهم ازاي؟ ما هو الاحتفال بيبقى في المراكز التجاريه في الوقت الحالي حضرتك، عشان درجه الحراره. لكن التهاني طبعا حضرتك ممكن مثلا تليفونيا او في خلال صلاه العيد، او الزيارات العائليه في البيوت طبعا. يعني الامارات بشكل عام دوله الجاليه المصريه فيها كبيره وتعتبر من اكبر الجاليات. لو تكلمنا عن تعداد الجاليه المصريه، انا مش بتكلم بس على عيد الاضحى، يعني عموما، يعني ادينا كده نبذه عن الجاليه المصريه في دوله الامارات. يعني الجاليه المصريه تعتبر في حوالي 600,000 نسمه مركزه في امارات الدوله المختلفه. يعني الكثافة يعني معتدلة بين الإمارات كلها. كل المهن حضرتك، سواء الطب، سواء الهندسة، سواء الحماس، سواء العمالة الفنية أو العمالة العادية، تتميز الإمارات بأن المصريين بيشعروا بأن دي دولتهم الثانية. ما فيش أصلا أي ضغوط، ما فيش خلافات، خلاف في سواء في المعيشة أو في العادات والتقاليد. المصريين في الامارات بيمتازوا بان هم يعني عمليه السفر لمصر طبعا سهله جدا، تختلف عن مثلا دوله ثانيه. صحيح. ايضا كل الاماكن في فتره، يعني اكثر المهن مثلا اللي بيمتهنها المصريين مثلا في الجاليه المصريه، اكثر مهنه ايه مثلا؟ اكثر مهنه المحاماه والطب. محاماه والطب. المحاماه والطب. بالاضافه للمهن العاديه بقى، طبعا العماله تشمل كل القطاعات. احنا شايفين يمكن اجواء معانا دلوقتي على الشاشه، اجواء مبهجه للمصريين في الخارج. شايفين التجمع العائلي الجميل، عائلات مختلفه في الحقيقه متجمعه في احدى المنتزهات بيحتفلوا بالعيد، شايفين الاطفال
وشايفين يعني الود ما بين العائلات المصريه، وده اللي احنا اتعودنا عليه من العائله المصريه باي مكان بتسافر ليه، الترابط والتاخي ما بين الجاليه المصريه في كل مكان بتروحوا. وزي ما احنا شايفين اهو يعني عيله كبيره قدامنا بتحتفل بأجواء عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكل المصريين في كل مكان بألف خير وبصحة وبسلام، وينعاد علينا العيد بالخير واليمن والبركات. كل الشكر ليك الدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع دولة الإمارات.